حدثني أعقل المجانين عن الكتب. أهلا وسهلا بكم أصدقائي في حلقة جديدة من حكاية الشاعر المجنون، حيث نناقش الكتب والمواضيع المهمة. سؤالنا لليوم: ما الذي أقرأه، الكتب الفكرية أم الروايات؟ بشكل بسيط، عندما يسألني أحد هذا السؤال إجابتي هي اقرأ كل شيء، فأنت بحاجة إلى معرفة كل شيء. لكن عندما رأيت في بعض من المقابلات خصوصا في البودكاست أن هناك الكثير ممن يطعنون في الروايات، لكن لديهم وجهة نظر أحب أن أوضحها الآن. كثرة الطعن في عالم الروايات، مع أن الروايات هي أكثر ما يقرأ الآن، هو بحد ذاته أمر مشين. فبالتالي مع احترامي لآرائهم، هناك أمور لا يعرفونها عن قراءة الروايات، ومنها أيضا أن الكتب الفكرية التي توصل خبرات إلى الناس في مجال تطوير النفس أم في الشريعة أم في أي مجال آخر، يستخدمون الحكاية بضرب الأمثلة. فبالتالي أن الحكاية جزء متجذر أصيل في الكتابة بشكل عام، وأن الكاتب الحقيقي هو الذي يستطيع أن يستخدم الحكاية لإيصال معنى. وبالتالي هنا نأتي إلى الفكرة الأساسية: لو لم تكن الحكاية مهمة لما ذكرها الله في القرآن الكريم، ومن أشهر الحكايات حكاية سيدنا يوسف عليه السلام. إذن الحكاية أمر مهم، ولم يذكر الحكاية فقط لأنها أمر يميل قلب الناس إليه، فقد أخطأ من قال ذلك. أي أن الحكاية مهمة جدا. وما دين المرء إلا حكاية، إيمانك بحكاية معينة، وما دخولك الجنة أو النار إلا بإيمانك بحكاية غيبية لا تعرف عنها شيئا، لها عناصرها الكاملة. فبالتالي حياتك أنت حكاية، والحياة رواية، والدين رواية، ويقتل المرء على رواية. ألم ترى غسان كنفاني وما جرى معه؟ لماذا حورب دوستويفسكي؟ لماذا حورب أيمن العتوم؟ لماذا من يكتب روايات سياسية يحارب بشكل شنيع؟ ولماذا لديه صدى إلى الآن؟ إذا ما مدى التأثير الذي يوجد على الرواية؟ لماذا تم اغتيال غسان كنفاني وخرج الكيان بكل عنجهية وكفر ليفرح ويعلن أنه عيد باغتيال روائي؟ فإن لم تكن الرواية أمر مهم، لماذا تم اغتيال الروائي؟ لماذا هناك جائزة نوبل في الأدب إن لم تكن الرواية والأدب والشعر أمر مهم جدا في حياة الناس؟ بل هي من يعبر أساسا عن كل شيء في حياتهم. فهناك روايات تعبر عن العلوم، وهناك روايات تعبر عن الأدب، وهناك روايات تعبر عن مناحي جديدة كثيرة في هذه الحياة. فبالتالي الرواية بحد ذاتها أمر مهم جدا. فكما قلنا، حتى من يكتب الكتب الأخرى يضرب المثل باستخدام الحكاية والرواية، فهي متجذرة أصيلة في كل مكان. عندما تعبر عن نفسك تروي حكاية عن نفسك. حتى من يشتري المنتجات مثل منتجات أبل يشترونها من أجل الحكايات التي تقع خلف هذا المنتج، فالرواية في كل مكان هي من تضيف القيمة على أي شيء. فمن دون حكاية ليس لديك قيمة، ومن دون رواية ليس لديك قيمة. حتى التاريخ رواية، وهي روايات يختلف عنها ويقتل الناس على أساسها، ويمنع ناس ويحارب ناس على روايتهم لهذا التاريخ. فالتاريخ حكاية، history his story، هكذا بدأت وهكذا تستمر إلى الآن. حتى التاريخ المعاصر هي رواية. حتى إن أردت أن تحتفظ على أهم ما مر عليك في حياتك تبقيه في إطار حكاية ورواية، ولهذا خرجنا إلى السيرة الذاتية، حكاية يرويها عن نفسه. فبالتالي حكاية والرواية تحفظ قيمتك وتاريخك وهويتك ودينك وعرضك، تعرف كل شيء من هذه الرواية. فإن أردت أن أحفظ أمرا سأحفظ رواية وحكاية وليست معلومات. ليس هدفي أن أكتب معلومات ووضعها في كتاب وأحفظها للجيل المستقبلي فسيكتشفون معلومات متقدمة أكثر، لكن أن أكتب حكاية أحتفظ فيها بإحدى القيم التي لا يجب أن تتزعزع، سأكتب رواية للجيل المستقبلي، فستبقى هذه الرواية على مر الأزمنة. وقد أثبت التاريخ أن الرواية هي من تدوم، فنحن نعود إلى أعمال روائية وأدبية من آلاف الأعوام. طبعا بدأ كتابة الرواية قبل 16 وما بعده ليس قبل ذلك، لكن الحكاية كانت موجودة دائما على شكل إبيك، وهي الملاحم الشعرية والقصائد والمسرحيات التي كانت تكتب شعرا. فالأدب الذي نعرفه هو أولى عمليات الكتابة كانت بالشعر، وكان يكتب المسرح عن طريق الشعر، ومنها انتقلنا إلى الملاحم الشعرية التي كانت تكتب العمل كاملا في قصيدة حرة. لكن من بعد ذلك اكتشفنا الرواية. فالحكاية كانت موجودة ومتجذرة منذ الأساس. حتى الرسومات التي كنا نراها على الجدران والأحفوريات تروي حكاية، فلم يجد أحدهم إلا رواية الحكاية بغض النظر عن الطريقة لنصل إلى الأمر المهم، لنصل إلى ما نريده، ننقل ثقافتنا وحضارتنا وأسلوب تفكيرنا وأخلاقنا وعاداتنا وقيمنا عن طريق الرواية وليس عن طريق أي شيء آخر. فبالتالي المعضلة التي رأيناها في الرواية هو أن الكاتب يجب أن يكون مثقفا، وهنا الضربة، أن الكاتب العربي تنقصه الثقافة.
فأنا ما قرأته في يوم من الأيام عند بوست على الفيسبوك يقول بأن الكتاب العرب مساكين، فبالتالي هذا صحيح، لأن الكاتب الأجنبي إنسان جرب وسافر وعانى وكانت لديه مبادئ وأفكار وقد جربها على أرض الواقع، ثم نقل كل هذه التجربة في رواية إلى القارئ. فبالتالي كانت هناك عناصر في الرواية أهمها هي الثيم، وقد أخطأنا في ترجمته، أخطأنا في هذه الكلمة، فثيم ليس الموضوع، بل ثيم هو الرسالة التي يريد الكاتب إيصالها. فإن كان لكل كاتب ثقافة ومعرفة تزيد على معرفة شعبه، إذن لديه رسالة لإيصالها. الحقيقة هو أن عليك أن توصل الرسالة. إن خلى عملك من الرسالة أصبح عملا فاشلا، وإن خلى عملك من الرأي الذي يجب أن تضعه والنهاية التي يجب أن توصلها وتجيب على الأسئلة، حتى لو كانت هذه الأجوبة ستثير غضب الناس أو حتى تثير البلبلة، فلا بد أن يكون هناك رأي، ولا لما صار للرواية قيمة. الكاتب العربي لم يضع هذا الأمر في الحسبان، بل أراد أن يكتب رواية تستمتع بقراءتها وينتهي الأمر. لذلك تحولت الكتابة في اللغة العربية إلى أقرأ واستمتع، وكانت هذه هي الجريمة في حق الرواية. فأصبحنا نرى كتابا من يحق له ومن لا يحق له، فلم يعد هناك منافسة كبيرة. لذلك الكاتب الذي يكتب الرواية على أصولها ينجح بشكل رهيب، لأنه ليست لديه منافسة حقيقية، بل الكتاب الموجودون والكتابات الموجودة كغثاء السيل ليس لها قيمة. لكن إن خرجت إلى كتاب الغرب ستجد منافسة قوية، لأنه القارئ مثقف وليس هينا وقرأ الكثير، والكاتب مثقف أكثر ومعاني ومصارع في حياته ليكتب رواية تستحق أن تقرأ، فسيحكم عليها من القارئ ويحكم عليها من دور النشر ويحكم عليها من كل مكان. فعليه أن يكون على قدر النزال، فهناك وحوش في هذه الساحة لا يشق لهم غبار. أما عن الكتاب العرب، مجرد أن تكتب رواية ستنشرها، سواء أنت دفعت التكليف أم لم تدفع. وأحد الكتاب العرب عندما أخبرته بموضوع الرسالة التي يجب عليك أن توصلها، قال لي أن الأدب يطرح الأسئلة فقط، وهذا خطأ تماما، هذه مغالطة. الأدب يطرح الأسئلة لكن أيضا يعطيك الإجابة، فلدي وجهة نظر أعطيك إياها وأنت تناقشني في وجهة نظري، وإلا لكنت ضعيف الشخصية أو كنت خائفا أو هناك سيطرة من طرف ثاني علي. فعندما أخبرني أحد الكتاب أنه إن وضعت رأيك في الرواية تصبح مقال، سأقولها بكل بساطة، اذهب وتعلم ثم تعال ناقش. أنت ككاتب حتى لو كنت كاتبا مشهورا لديك هذه المغالطة، لن أخذ الجواب وأسكت، بل بالطبع سأناقش. الرواية بعناصرها كما درسناها في العالم وفي الأدب العالمي مختلفة عما أنت تكتبه، وليس قدرتك على الكتابة والسرد كافية لي لأقبل روايتك. المقال مختلف تماما عن الرواية، ومجرد وضع رأيك في الرواية لا يحولها إلى مقال. فبالتالي إجابتك بحد ذاتها تخبرني أنك بحد ذاتك كونك حتى كاتبا معروفا ضعيفا في الكتابة. فبالتالي الكتابات التي نناقشها هي بحد ذاتها ما أدت إلى أن الشعب لم يرتفع في مستواه كقارئ، وأن الكاتب لم يكن لديه حاجة ليرتفع في مستواه ليكتب. فالمصيبة إن وضعنا أن المستويات من 1 إلى 10 وأن 10 هي الممتاز، فالقارئ العربي مستواه 2 والكاتب العربي مستواه 3 أو 4، وهذه هي المصيبة التي وصلت. فعند القارئ الغربي مستواه 4 وعند الكاتب الغربي مستواه 8 أو 9 أو 10، ففعليا هو على مستوى أعلى من الثقافة يطرح هذه الثقافة في الرواية فيعلي من مستوى القارئ، فتشعر بأن قيمة أضيفت لك بعد قراءتك للرواية، تشعر أن هناك وجهة نظر اقتنعت بها أو لم تقتنع بها لا يوجد مشكلة، لكن هناك وجهة نظر جعلتك تفكر. هذه هدف الرواية، ثيم الرسالة التي على الكاتب أن يوصلها، وبدونها أصبح العمل تافها. الشخصيات والزمان والمكان لم يختاروا هباء عبثا فقط لأنني أريد أن أضع الرواية، هناك سبب لكل شيء في هذه الرواية، هناك تخطيط مسبق، هناك أفكار، هناك رسالة أريد أن أوصلها، هناك مواضيع يجب علي أن أتحدث بها. لكن إن لم يكن هذا الكاتب ملما بهذه المواضيع ومثقفا لدرجة يجعله يطرح هذه الفكرة ويناقشها، فهذه مشكلة الكاتب. لكن وجود الكثير من الكتاب الذين تستحق كتاباتهم أن تضع في المحرقة هي من جعلت مستوى قراءة الروايات في اللغة العربية ضعيفا، بل حتى انظر إلى اللغة نفسها، فكيف للأعمال المترجمة أن تكون لغتها أقوى من الأعمال المكتوبة من قبل كاتب عربي؟ فبالتالي لغة الكتاب الجدد الذين ظهروا بعد 2010 هي لغة ركيكة مأخوذة من أعمال ليست قوية. كم كاتب الروايات لديه معجم ولغة عربية؟ فالمعجم أمر أساسي لكاتب اللغة العربية. وكم كاتب في الروايات اللغة العربية كان قارئا ناهما؟ فقد سمعت جملة في يوم من الأيام من أحد البروفيسورات الذين علموني، قال If you want to write a book, read half a library. إن أردت أن تكتب كتابا اقرأ نصف مكتبة. فلا تقل لي أنك قارئ إن لم تكن تقرأ أكثر من 1000 كتاب. لا تقل لي أنك كاتب إن لم تتجاوز 1000 أو 2000 كتاب كقراءة في جميع المجالات وفي جميع الأدب. لا تقل لي أنك كاتب إن لم تقرأ لدوستويفسكي وإيمان لاتوم وموراكامي وتشارلز ديكنز والكثير من الكتاب.
هناك كتاب يكونون علامة فارقة في عالم الأدب. فنقول عند الأدب العربي نجيب محفوظ وأحمد خالد توفيق ونبيل فاروق، إن تقرأ لهم كتابات لماذا تقول أنك قارئ؟ إن لم تبحث وتجري أبحاثا ودراسات لكتابة الرواية لعام وعامين وثلاثة أعوام، لما تسمي نفسك كاتب؟ فأنت شاركت ككاتب جديد في انحطاط مستوى القراءة العربية، حبر على ورق يرمى في القمامة، هذا ما هجره. فبالتالي عندما يخرج شخص ويطعن في الكتب هو لم يصل إلى الكتاب الجيد. فإن أردت أن تدفن كتابا جيدا لا تضعه في المحرقة، وإنما تكتب مليون كتاب سيء. فكم كتاب كتب مؤخرا في السنوات العشر كان جيدا مقابل كم كتاب كان مهزلة؟ الحياة رواية ودينك رواية، وهل يقتل المرء إلا على رواية؟ وهل يقتل أناس إلا على رواية تلك التي تستخف بها؟ وهل يوضع في العملة اليابانية وجه أحد على العملة سوى كاتب الرواية ناتسومي ساسكي؟ إذن هناك اختلاف في تقدير قيمة الروايات وتقدير قيمة الروائي. فهو من سيحفظ قيمك وعاداتك وتقاليدك وثقافتك ودينك، هو من سيحافظ على كل ذلك. وإن كانت الروايات محببة إلى الناس، إذن ضع في هذه الروايات ما يستحق أن يقرأ. هذه هي المعضلة. الكتب الأخرى لها كل الاحترام، ليس عندي مشكلة، لكن الهدف هنا هو إيضاح قيمة الرواية. فبالتالي هذه الرواية ستخرجك مما أنت فيه، ليست ما يسمى بسكيب ليترتشر، أدب الهروب من الواقع، بل هي أدب يناقش الواقع ويصل إلى مستويات أعلى في مناقشته. فإن أردت أن أطرح لك الكلام المباشر في الكتب الفكرية قد تقتنع وقد لا تقتنع، لكن إن أريتك هذا مثالا في رواية منطقية في تسلسل منطقي عقلاني ستصل في النهاية إلى الهدف الذي أريده وقد تقتنع أكثر في قراءته. إذن الفكرة كنقاش ليست أن الرواية جيدة أم سيئة والكتب الفكرية هي التي تكون جيدة أم سيئة، كلاهما جيد، لكن نوعية من يكتب هي من تحدد إن كانت سيئة أم جيدة. فأغلب الكتب التي علاقتهم بتطوير النفس أخذناها من الغرب لأنهم جربوا وحاولوا وكانوا صرحاء، مع أننا يجب أن نأخذ علم النفس من العرب لأنهم ختموا علم النفس كعلماء مسلمين دارسين لهذه العلوم. لكن عند كتابة الرواية ارجع لأصولها، على كل كاتب عندما يسأل في الرواية أن يناقش، أن يكون مثقفا، أن تكون له وجهة نظر، أن يكون قارئا وعالما، ويبدو هذا من طريقة كلامه ليس فقط من طريقة الكتابة. فكتابة مليئة بالأخطاء والتي ليس لها منطق فقط لأنني أحب الكتابة أريد أن أكون كاتبا أو يكتب من أجل البهرجة ومن أجل الصورة التي توضع له ككاتب. هؤلاء الكتاب رجاء لا تكتبوا، نصيحة للكتاب الجدد لا تكتب، وإن أردت أن تكتب عليك أن تتدرب على يد كاتب محترف يضع رأيا منطقيا في هذا الأمر، وعلى دور النشر أن تتوقف عن أخذ مال مقابل النشر، فهذه عملية النصب كاملة، والذي يقع في هذا الفخ هو القارئ. فتضع له غلافا جميلا مع رواية سيئة، أنت أخذت المال من الكاتب فحصلت على أرباحك، وستأخذ مالا أكثر من القارئ، سيكره القارئ القراءة بسبب الكتب الرديئة التي قرأها لكتاب رديئين، وتستمر الكتابة وتستمر العجلة. فإما أن تتوجه إلى يوتيوبر معروف وتأخذ منه كتابا لأن لديه قراء وأنت تريد أن تبيع، فتحول الأمر إلى تجارة وليس أدب. ومن الناحية الأخرى هناك دور نشر ينشرون لمن هب ودب مقابل المال، فبالتالي نزل المستوى الذي يجب عليه أن تكون الرواية. فعندما تقرأ الهدف أن ترفع من مستوى ثقافتك ووعيك، لكن إن لم يكن الكاتب واعيا ما الذي سيجري لك؟ هدفي في ماد بارد الشاعر المجنون هو أن أصل بمستوى القراء والكتاب إلى مستوى أعلى عن طريق إيصال الكتب التي تستحق القراءة. فبالتالي قبل أن تقرأ أي كتاب اذهب للمراجعات الموجودة على اليوتيوب سواء بقناتي أو قناة غيري لتعرف أيها تستحق القراءة. بصراحة أنت بحاجة لمن يدلك على الكتب الجيدة بسبب وجود الكثير من الكتب السيئة. إذن هذه النقطة، الفكرة ليست أن الرواية سيئة، فلو كانت سيئة أو لم يكن لها قيمة لما استخدمها الله في كتابه. ولما رأينا إلى الآن الصراع الأكبر الذي أنت تعيشه الآن هو صراع الحكاية، من لديه الحكاية الأقوى؟ من لديه الحكاية الحقيقية؟ من أصدق كحكاية ورواية؟ الكيان أم المسلمون؟ أنت أساساً تعيش في صراع أساسه الرواية، ليس تطوير الذات وليس علم النفس وليس أي شيء آخر، صراع لرواية دينية بحت. إذن أهمية الرواية هي أهمية مصيرك، الجنة أم النار، الحق أم الباطل، هذه أهمية الرواية. ولو لم تكن الرواية رائعة وأساسها قوي وتضرب بالصميم وتؤثر على الناس لما تم اغتيال الكثير من الكتاب. وقرأ وابحث وستجد جواسيسا فرنسيين كانوا كتابا، وستجد كتابا عرب تم اغتيالهم لأنهم كتاب رواية. إذن الأمر لا يستهان به، وحقيقة الأمر أنك تعيش في هذه الرواية،
وأن كل ما تجري في حياتك هو رواية، وأن اقتناعك بالأفكار والمبادئ رواية، وأن أكبر طريقة لإقناعك بأن تفعل شيئا وحتى أن تقتنع شيئا هي الرواية. وكلما كانت الرواية شخصية وملامسة لأمر يخصك كلما زاد اقتناعك. فبالتالي الرواية مهمة، وعلينا أن ننظف عالم الرواية من الأوباش الذين يكتبون بدون معنى، لتحصل الرواية على رونقها من جديد وتساهم فعليا في النمو الثقافي ويكون لها وزنها حرفيا بين الناس. فالحياة رواية، والدين رواية، وما أنت إلا حكاية. كانت هذه وجهة نظرنا عن الروايات والكتب. من أجل أن ننهي هذا النقاش في هذا السؤال، لكن إن أردتم أن تناقشوني أكثر يمكنكم أن تكتبوا وراءكم في تعليقات هذه الحلقة وسنناقشها سويا. إلى أن نراكم في الأسبوع القادم، في أمان الله.